السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالتطبيقات اللغوية المخصصة للأسبوع الخامس، يعني أسبوع التقويم والدعم المخصص للوحدة الأولى. إذا السؤال الأول، أستخرج من النص ما يأتي، يعني النص الخاص بصرنا صديقين. إذا سنستخرج اسم فعل وحرف. إذا أولا سنستخدم أو عفوا سنستخرج اسم، إذن الجو، إذن الكلمة الأولى الجو، إذن اسم الجو. إذن سنستخرج الآن فعل، إذن يمكن أن نقول مثلا امتدت بالنسبة لحرف على، مثلا سنقول على، وهناك أمثلة عديدة جدا في النص، يمكنكم أن تختاروا من الأسماء والأفعال والحروف ما تشاءون. السؤال الثاني، أحول سقط الطفل وتلطخ بالوحل. أنا سقطت وتلطخت بالوحل. أو بالوحل. أنت سقطت وتلطخت بالوحل. أنت سقطت وتلطخت. أنت سقطت وتلطخت بالوحل. هي سقطت وتلطخت بالوحل. ده الآن سنمر إلى السؤال الثالث، أملأ الفراغات لتركيب جمل تبتدئ بأفعال. إذن مثلا سنقول سقط هشام في بركة، مثلا في بركة. نظف هشام ماذا؟ ملابسه مثلا، ملابسه. زينب مثلا سنقول أحضرت زينب مثلا قصصا. الآن سنمر إلى السؤال الرابع، أحول الجملة كما في المثال. سقط أمادو ساقط. سافرت مماسو. إذن مماسو، إذن هذا اسم محلي. مماسو ماذا؟ مسافرة. رجع المسافر، إذن سنقول المسافر ماذا؟ راجع. المسافر راجع. إذن الآن سنمر إلى الإملاء. أملأ الفراغ بما يناسب. القمرية أو الشمسية أو لي. إذا حل الصبح، إذن الشمسية. صاح الديكو، كذلك الشمسية. وقال اترك النوم، كذلك الشمسية. وقم لاستقبال اليوم، إذن القمرية. اليوم ماذا؟ الجديد.
وردد بلسانك ماذا؟ الفصيحي، الفصيحي، إذن القمرية. حي على الصلاة الشمسية، حي على الفلاح القمرية. نمر الآن إلى السؤال السادس، أكمل كل كلمة بألف ممدودة أو ألف مقصورة. إذن موسى تكتب بألف مقصورة، دنيا بألف ممدودة، إلى هما، إذن إلى تكتب بألف مقصورة، هما، إذن الضمير هما يكتب بألف ممدودة، جرى كذلك بألف مقصورة، سما ألف ممدودة، يسعى بألف يعني مقصورة. إذن الآن أصدقائي أنهينا الإجابة عن أنشطة هذه الحصة الخاصة بالتطبيقات الكتابية والإملاء. موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع التعبير الكتابي، دائما المخصص للأسبوع الخامس. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.